السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة مامي في البيت. النهاردة نعمل مع بعض سموزي الليمون بالنعناع، وصفة سهلة وبسيطة إن شاء الله تنال إعجابكم. يلا حبايبي نبدأ مع بعض، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. هنشوف المكونات مع بعض. معايا هنا زي ما شايفين معايا ليمون انا مقشراه، ومعايا نعناع، ومعايا كمان عندي سكر، السكر حسب الذوق، مكعبات تلج، ومعايا ميه ساقعه. الميه الساقعه دي طبعا ميه مثلجه زي ما شايفين معايا. دي المكونات بتاعتي. هجيب الخلاط وهبدأ احط فيه كل المكونات اللي معايا، واحط عندي السكر، هاتي التلج، وبعد كده هبدأ احط المية. تمام، هبدأ اخلطهم كويس. زي ما شايفين معايا كده شكله، هبدأ اصفيه. زي ما شايفين معايا كده انا صفيته تمام، هبدأ هقدمه. شايفين معايا شكله ازاي حبايبي؟ اهو. شايفين معايا؟ زي ما شايفين كده معايا ده شكل سموزي الليمون بالنعناع. شايفين معايا شكله ازاي؟ وكمان عندي زينته كده من فوق بورقتين من النعناع. وبكده خلصت وصفتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل وصفاتي.